ايه ده انا ايبسون هنا هتطلع بزيرو؟ ده تجربة فابري هدف منها ان احنا نعين بي واحد بي اتنين. خد التجربة عندي اول حاجة انا السيستم بتاعي زي ما احنا شايفين. اول حاجة بعملها ان انا هفتح برنامج اسمه هونستيك. حاجة عندك بيقول جهاز all the time. حاجة عند علامة الكاميرا المفروض الاول هظبط السيستم بتاعي بحيث ان انا طبعا كده كده السيستم شوف شغال مش عارفين مين اللي ينتقم طمنا منه ده منه ظهرت اختفت مش لازم برضه صحيح من نزل بتاع حلوين ظهرت طبعا ده تصوير فيزياء كيمياء واللي هياخد ليه الله يرحمه ظبطت السيستم بتاعي خلاص تمام كده اهو بعد ما ظبطت السيستم استنى بعد ما ظبطت السيستم هدوس على علامه الكاميرا عشان احفظ الصوره بتاعتي الله عليك يا استاذ حفظت الصوره بتاعتي الصوره بتاعتي هتتحفظ لي في الاخر بعد ما الصوره اتحفظت هعمل ايه هدوس سيف از سيف از واكتب اسم اللي انا عايزه يعني مثلا عايز اسمي هدى ابو صباع هكتب هدى ابو صباع الله عليك يا استاذ هدوس كلمه سيف الله عليك بعد ما سيفت الصورة هقفل البرنامج ده خالص وافتح برنامج تاني اسمه ايمج الله عليك برنامج ايمج دوت هاجي اخرج على الديسك توب الصورة بتاعتي اللي انا جبتها ممكن اقوم جاي واخدها كده اهو وجاي على الايمج احطها كده اتحطت الله عليك طب تمام انا عايز اعمل ايه؟ احولها لجري فادوس كلمة هايديت كونفرت تو جري سكيل دوست عليها جري سكيل خلاص كده تمام عندي هشتغل على الصوره دي هعمل ايه اجي عند اللي هو اللاين بروفايل هدوس عليها هتظهر لي الصور دي طب اعمل ايه اظبط الجهاز بحيث ان هي تبقى عمودي وتمر بالمركز كده اصبحت عندي ان هي بتمر بالمركز ما علينا المهم هاجي المفروض هقيس انر واوتر هاجي عند اول لوبتين واقيس دلتا اكس بينهم كده ودات انر هاجي على اللوبتين اللي بعديهم بعد كده اوتر على اللي بعديهم اوردر اتنين انر اللي بعديها اوتر هقيس اكس واحد واكس اتنين ودلتا اكس واعمل العلاقة عندي كده خلصت التجربة الشغل العملي الله عليك يا استاذ تعالى